مساء الخير مشاهدينا، نلتقي بكم مجددا في متابعة إخبارية لكل تفاصيل فيروس كورونا بالأرقام والأخبار محليا ودوليا. ونبدأ من إحصائيات وزارة الصحة. سجلت وزارة الصحة مشاهدينا لهذا اليوم 412 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك الإجمالي إصابات إلى 84,636. أما بالنسبة لحالات التشافي والتعافي مشاهدينا، فقد سجلت وزارة الصحة لهذا اليوم 657 حالة تعافي ولله الحمد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 76,650 حالة تعافي. أما بالنسبة لحالات العناية المركزة مشاهدين التي تتلقى رعاية الصحية فيها، فبلغ عدد الحالات فيها 89 حالة. أما بالنسبة لحالات الوفيات مشاهدين، فقد سجلت وزارة الصحة لهذا اليوم حالتي وفاة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 530 حالة وفاة. إن لله وإنا إليه راجعون، وعظم الله أجر ذويهم. مشاهدينا، إجمالي من يتلقون العلاج من كوفيد 19 في البلاد عددهم 7,456 حالة، نسأل الله لهم السلامة جميعا. أما بالنسبة لتوزيع الإصابات بحسب المناطق الصحية مشاهدينا، فقد ظلت منطقة الأحمدي الصحية في الصدارة كما تشاهدون على الشاشة بعدد 120 حالة مصابة بكوفيد 19 لهذا اليوم بنسبة 29%. مشاهدينا، في منطقة الفروانية الصحية بلغ عدد مصابيها 81 حالة بنسبة 20%، 80 حالة في منطقة حولي الصحية بنسبة 19%، وفي منطقة الجهراء الصحية بلغ مصابيها 76 إصابة بنسبة 18%، وأخيرا في منطقة العاصمة الصحية 55 إصابة بنسبة 13%. بعد أكثر من 5 أشهر من تطبيق حظر تجول جزئي والشامل في البلاد، انطلقت فجر اليوم مرحلة جديدة مع خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية. ومع رفع الحظر تكون البلاد قد عاشت 161 يوما ضمن الحظر بنوعيه الكلي والجزئي. ورغم إلغاء حظر التجول، إلا أن ذلك لا يعني زوال الخطر والاستهانة بالشروط والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى. وزارة الداخلية من خلال منتسبيها قدموا خلال فترة حظر التجول أروع صور التضحيات لتوفير الأمن والأمان لكل المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. ونقولهم من خلال برنامجنا ما قصرتوا كفيتوا ووفيتوا. ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة وستين ساعة، 161 يوم عمل متواصل. ودعم للسلطات الصحية. عدونا غير ظاهر. وباء ما كنا نعرف أسبابه. وما ترددنا في تقديم واجبنا. مستمرين بحمايتكم. ومع قرار انتهاء الحظر، سامحونا على الكسور. مشاهدينا، بالنسبة لحالات الإصابة عالميا لكوفيد 19، فقد بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم أكثر من 25,200,000 إصابة حول العالم. وبالنسبة لحالات التشافي فقد بلغوا أكثر من 17,500,000 حالة تعافي ولله الحمد بنسبة 69.6%. أما بالنسبة لحالات الوفيات حول العالم مشاهدينا، فقد بلغوا ما يقارب 847,000 حالة وفاة بنسبة 3.3%.
سجلت الهند اليوم أعلى عدد زيادة يومية على مستوى العالم في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة. وأظهر آخر إحصاء أن الهند سجلت 78,000 حالة إصابة بفيروس كورونا، ووصل عدد حالات الإصابة فيها حتى الآن إلى نحو 3,540,000، وعدد الوفيات زاد أيضا بواقع 948 شخص ليصل إلى 63,498، بما يجعلها ثالث أكثر دول العالم إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وعلى الرغم من ذلك، يتوجه رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي لعودة الحياة والأنشطة الاقتصادية لطبيعتها لتخفيف الأعباء الاقتصادية. كوريا الجنوبية كذلك تسجل ارتفاعا بأرقام كورونا اليومية، وذلك مع سريان تنفيذ القيود الصارمة في منطقة سيئول خاصة. وفي آخر إحصائية مسجلة قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 299 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 19,000 إصابة و323 حالة وفاة جراء مرض كوفيد 19. ومددت كوريا المرحلة الثانية من قواعد التباعد العام لمدة أسبوع آخر على الأقل، وأعلنت قواعد أكثر صرامة على الأماكن التي تزيد فيها خطورة انتشار الفيروس. أما في الفلبين، تم تسجيل أكثر من 4,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا ومئة وحالتي وفاة جراء المرض، ووصل إجمالي الإصابات في هذا البلد إلى أكثر من 217,000 حالة، ووصلت الوفيات إلى أكثر من 3,000. وبهذا تعتبر الفلبين هي الأعلى بأرقام كورونا بين دول جنوب شرق آسيا. أما جارتها إندونيسيا سجلت في آخر إحصائية اليوم أكثر من 2,000 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و82 حالة وفاة، ووصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 172,000، ووصل عدد الوفيات الإجمالي إلى أكثر من 7,000 حالة. ونبقى في القارة الأسيوية وبالتحديد في العاصمة الصينية بكين، حيث عادت الدراسة من جديد مع اتخاذ احتياطات صحية وقائية آمنة، وذلك بعد سيطرتها على كورونا. وكان أمس السبت أول يوم دراسي لطلاب الصف الأول من طلاب المدارس الابتدائية، ويتم إجراء فحوصات درجة حرارة الجسم مرتين، مرة واحدة يدويا عند المدخل، ومرة ثانية مع ماسح درجة حرارة مثبت حديثا. وفي آخر إحصائية في الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن البر الرئيسي سجل 9 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وكلها واردة من الخارج، مما يعني عدم وجود حالات إصابة محلية لليوم 14. وقالت اللجنة أنه تم تسجيل 4 حالات جديدة دون ظهور أعراض عليها، بلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85,031 حالة، بينما ظل عدد الوفيات عند حاجز 4,634 دون تغيير. أما في هونغ كونغ، تم تسجيل أكثر من 350,000 شخص عبر الإنترنت لإجراء الاختبارات الجماعية لفيروس كورونا، والمقرر أن تنطلق في الأول من سبتمبر المقبل. وتأمل السلطات في هونغ كونغ أن تساعد هذه الاختبارات الضخمة في تحديد ناقلات المرض الصامتة في أسرع وقت والسيطرة على تفشي هذا الوباء. إصابات كورونا في روسيا تقترب من المليون، ووصل إجمالي عدد الإصابات فيها إلى أكثر من 990,000 حالة، بعد تسجيلها في آخر إحصائية يومية أكثر من 4,000 حالة مصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. وكذلك تم تسجيل 68 حالة وفاة جراء كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في هذا البلد إلى أكثر من 17,000 حالة. وإلى ثاني دول العالم تضررا من جائحة كورونا، البرازيل. حالات الوفاة فيها جراء هذا المرض تجاوزت 120,000 حالة، وذلك بعد تسجيلها 758 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. وبالنسبة للإصابات، تم تسجيل أكثر من 41,000 حالة جديدة مصابة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 3,846,000 إصابة. عادت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في ولاية فيكتوريا الأسترالية إلى الارتفاع،
ولاية فيكتوريا سجلت 114 حالة جديدة، وذلك بعد انخفاض الحصيلة اليومية إلى ما دون 100 حالة. وعاصمتها ملبورن التي تحت الإغلاق التام لمدة 6 أسابيع تتجه السلطات هناك إلى تخفيفه بشكل تدريجي. أما في الولايات المتحدة تجاوزت إصابة كورونا 6 ملايين حالة. ولاية كاليفورنيا هي الولاية الأكثر تضرراً فيها بعد تسجيلها أكثر من 697 ألف إصابة، تليها فلوريدا وتكساس. وتظل الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً في العالم، حيث يوجد بها أعلى عدد من ضحايا كورونا وإصاباته. ومع إعادة فتح المدارس ظهرت مجموعات من العدوى في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، وقررت بعض الكليات العودة إلى التدريس عبر الإنترنت وسط مخاوف من أن التجمعات في الحرم الجامعي ستسرع من انتقال الفيروس. تقترب كولومبيا من إجمالي 600 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لكن السلطات أعلنت أن الإصابات قد استقرت وأن القيود يتم تخفيفها في العاصمة بوغوتا. وتم رفع الإغلاق الصارم الذي كان ساري المفعول منذ 25 مارس الماضي في العاصمة. حلت محلها ساعات عمل جديدة في بوغوتا لقطاعات مختلفة من الاقتصاد. ومع ذلك حذرت السلطات المحلية من أن الوباء لم ينتهي بعد، وحثت المواطنين على اتباع الإجراءات الوقائية. مشاهدينا، وفي الختام ومع انتهاء فترة حظر التجول في البلاد، ندعوكم إلى توخي الحيطة والحذر والتمسك بالإجراءات الوقائية الصحية لمنع انتشار العدوى، من لبس الكمامات أثناء الخروج والالتزام بالتباعد البدني إلى أن يظهر علاج لهذا الوباء بمشيئة الله تعالى. نلتزم لنسلم. دمتم بصحة وعافية. إلى اللقاء.